الميطا واش عندها شي سلبيات؟ الاخوان الله يرحم ليكم الوالدين، راه كاين واحد الخلط كبير الناس تيسحبهم الميطا هي فيسبوك ولا ما عرفت. المهم الروينه وقع في هذا الميطا. انا دارت الاشاره كنت مشغول السيمانه اللي فاتت فاش كان هذاك الاعلان، داكشي علاش ما هضرت كاع في الموضوع. الله يرحم الوالدين. ميطا تخيل معايا هي الهولدينغ. دابا الشركات تيكونوا صغار، ولكن ملي تيكونوا بزاف، عندي بزاف ديال الشركات، عندي بزاف ديال الشركات تيكون واحد الهولدينغ هو اللي كيجمع هذوك الشركات كاملين. هذاك الهولدينغ هو اللي سميتو ميتا. اما فيسبوك راه سميتو فيسبوك، والواتساب حيت دابا فيسبوك ما عندهمش هي فيسبوك، دابا هما سميتهم فيسبوك، ولكن عندهم انستغرام، عندهم واتساب، عندهم فيسبوك، عندهم دي برودوي بحال اوكلوس، عندهم بزاف ديال لي برودكت. سو هذوك لي برودكت كاملين، هذوك لي برودكت كاملين تنقولوا شكون ما كان فيسبوك الوغ ما بقاتش صالحه. فيسبوك اعتبرتها ما بقاتش صالحه. اش قالت لي؟ قالت لك حنا غنديروا واحد الهولدين اللي كيشد كاع هاد الشركات. الهولدين هو ميتا، سميتو ميتا الهولدين، ولي برودوي كاين عندنا فيسبوك واتساب. هادشي اللي كاين، نتمنى تكون مفهومه. علاش فاش كنحل فيسبوك كيتخدم البوزيسيون؟ كيتخدم لك السي اسلام البوزيسيون ملي تحل فيسبوك، لانك انت في اعدادات التطبيق درتي انه يبقى يحصل على اللوكاليزاسيون ديالك. فباش تحيد هاد لوبسيون غتمشي، الا كنتي في اندرويد راه غتمشي لي زابليكاسيون، كليكي على فيسبوك لوكاليزاسيون ديزاكتيفيا. السلام عليكم سي امين، شي توضيح اخويا على مستقبل الميطا؟ ايوا اخويا المستقبل، انا شوف انا انسان، انا كانسان تقني احب اي شيء عنده علاقه بالتقنيه، وانا واحد الانسان اللي فضولي. يعني انا التجربه ديال الميطا، وخا الناس دابا تيحضروا منها، انا باغي نخوضها، باغي نشوف انا هاد الميطا كيداير، وباغي نشوف هادشي. ام سو اكسايتد، وان شاء الله انا غادي نقدر نكون من الاولين اللي باغي يدخل يشوف هذاك التخرا كيداير، فهمتيني؟ يعني حيت الا ما كنتش هكا انا راه تقني. انت دابا كتسولني في لافي ديالي كتقني، غادي نبغي نشوف واش غيكونوا عندها انعكاسات على المجتمع ولا بيان سيغ غيكونوا، ولكن بغينا نشوفوا هاد التطور التكنولوجي فين غيوصل.